تتواصل في بلدية شحات الحملات التفتيشية التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي على عدد من المحلات التجارية بالبلدية. تم خلال الحملة ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. عقد في بلدية سرت اجتماع لمناقشة المشاكل التي يعاني منها سكان منطقة الأربعين. هذا وحضر الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات وعدد من حكماء وأعيان منطقة الأربعين. تتواصل في بلدية بنغازي فعاليات البرنامج التوعوي بمناسبة الأسبوع العالمي لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية. الندوة تضمنت عدة محاور حول التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل والمكونات والعناصر الغذائية التي يحتويها حليب الأم، تحت إشراف مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية. أقيمت في بلدية صبراتة ورشة عمل حول تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال. الورشة استهدفت عدداً من أطباء الأطفال بمستشفيات صبراتة والزاوية وصرمان تحت إشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بمستشفى صبراتة التعليمي.